طيب 14 مليون طن سنويا دول معناها هيحصل ايه في مصر؟ ايه شكل التغيير اللي ممكن يجرى على المستوى الاقتصادي ومستوى مسألة استهلاكنا للانواع الاخرى غير الصديقة للبيئة من الوقود اللي هو الوقود التقليدي؟ يعني ايه اللي هيجرى؟ وطبعا على مستوى صحتنا احنا، يعني 14 مليون طن ده مصيبة. طبعا هي ليها اثار اقتصادية وصحية ويعني وبيئية كبيرة. هو طبعا المشوار كبير، يعني دي تعتبر بداية. هو طبعا انبعاثات جمهورية مصر العربية مش كبيرة بالمقارنة بالانبعاثات العالمية، احنا حوالي 0.6، يعني اقل من 1 على مستوى العالم. بس طبعا كل دولة ملتزمة طبقا للنمو الاقتصادي بتاعها وطبقا لمسؤولياتها التاريخية، فطبعا ان مصر كدولة نامية تقوم بمثل هذه الخطوات في مجالات الطاقة المختلفة ومنها الطاقة الجديدة المتجددة، ده طبعا يعني يعتبر يعني انجاز كبير وخطوات على الطريق السليم والطريق الصحيح. لان اعتقد في المستقبل القريب بحلول 2030 العالم هيعتمد على كل ما هو صديق للبيئة، كل ما هو قليل الانبعاثات، كل ما هو يعتمد على كل ما هو ذكي ويعتمد على الكهرباء مكهرب. فطبعا احنا عندنا تنويع لمصادر الطاقة ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة شمسية ورياح وبايو جاز وخلافه، فده ليه اثار اقتصادية، هيفتح مجالات فرص اقتصادية كبيرة. من الناحية البيئية ازالة هذا الكم الهائل من ثاني اكسيد الكربون والملوثات الاخرى من الهواء، ده بيحسن صحة الهواء. يعني حوالي ثلث الوفيات تبقى منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم نتيجة ملوثات الهواء. فطبعا احنا لما بنحسن جودة الهواء، وطبعا تحسين جودة الهواء مرتبط بتحسين جودة التربة والمية وخلافه، يعني بنرفع من نوعية جودة الحياة في جمهورية مصر العربية، وده بيبقى عامل جذب آخر للسياح وللاستثمارات الأجنبية إنها تيجي. لأنه في المستقبل في منافسة ما بين الدول وما بين المدن، مين هيعرف يجذب سياح اكتر، مين هيعرف يجذب مستثمرين اكتر. انا مش هروح لمكان غير صديق للبيئه ملوث يضرني او يضر صحتي او يضر سمعتي، بالعكس انا عايز مكان يديني دفعه، يديني ثقه ان جوده الحياه عاليه والمنتج بتاعي نظيف وهيكون مقبول للتصدير حتى. فطبعا فيها مزايا اقتصاديه وبيئيه وصحيه عديده يعني.